بالهنا مصطفى، خلاص راح تسافر. معقول؟ لوين؟ تعال تعال. امتى هالحكي؟ لوين بدي سافر؟ روسيا. بالله والله انت محظوظ يا زلمة، اول سفرة لك على روسيا. روسيا حلوة دخلها؟ طبعا حلوة وبناتها حلوين. هذا اكتر واحد بيفهم بروسيا، ما هيك محمد؟ حلوة روسيا ما هيك بالله؟ ايه كتير حلوة على اساس بناتها طوال. شو عدم ما بدا هلا؟ ايه مزبوط طوال كتير، يعني بدك اسانسير لتوصل لوشها وتقدر تطلع بعيونها للوحدة منهم. مرة طلع على الكرسي مشان يقدر يبوسها لبنت. حاجة تكذب. بالله عم ينط سعال حتى حسن يبوسها. شو رأيك أعطيك أرقامهم كلهم؟ روح اسألهم، هدول غيرانين مني. خجلتوا للزلمة. ليش لحتى يخجل؟ نحن شباب هون. مانك متزوج معها؟ لا. إذا عندك شي حبيبة أكيد بدك تنساه هونيك لترتاح. أنا هيك مرتاح أخي. الزلمة قصته قصة المسكين. سكوت. خطيبته تركته وراحت مع واحد تاني. مين اللي قال لك هالحكي هاد؟ مين اللي قال لك؟ قلي بسرعة احكي ولا تفهموا غلط. قلي مين هو؟ قلي كل اللي بيعرفوا. شباب شو صار؟ اسمعني منيح ولك، إذا مش معك عم تحكي عني مرة تانية بيتك بأرضك. خلاص معلم خلاص، تعال خلينا نمشي. قال بده يقتلني يجي يفرجيني. اسمعوني، إذا حدا منكم حكى بالموضوع بيتقلع من هون دغري وبخبر عنه المعلمية. ما بدي اللي صار يتكرر. ليش عصب كل هالقد؟ خطيبته اغتصبوها أربعة وتزوجت واحد منهم. وأنت يعني ضروري تذكره بهالشي؟ أي وأنا شو بعرفني بالقصة؟ مصطفى خلاص اتركني اخي اتركني، روح انا منيح لك. هذا اجدب ما بيفهم شيء. انت خبرتهم بالقصة. تصبح على خير. انا ما خبرت حدا مصطفى. تصبح على خير. تعال شوف، وقف هون واستنى دورك. بدك تنفذ منا وتورطنا. مراد مو وقته هلا، نحن هون بسببك انت. شو نسيت يلي عملته فيني ذكرك؟ شباب بعدين بتصفوا حساباتكم، هلا اسكتوا. عفوا اذا بتريد، انا منير تلجي المحامي تبعهم. انا قريت افادتهم وبعرف التهمه مني وانا بمثلهم كلياتهم. تفضل احكي. طلعت نتائج التحليل؟ لسه ما طلعت، كمان شوي وبتطلع. ما دخلنا خالو ولا واحد منا اخذ حبوب، صار سوء تفاهم. ايه مزبوط، مراد تقل بالشرب شوي بس ما تعاطى حبوب. هلا اكيد كل شيء رح يبين معهم بالتحاليل. لك انت مفكر القصه سهله؟ بكره الصبح رح يحققوا معكم كمان، ومن هنيك على قصر العدل ليشوفكم القاضي. لك صدقني يا خالو والله نحن ما عم نسمع شيء. اسكتوا هدونا. طيب وين بدهم يحطونا لبكره؟ احتمال بالنظاره. ما بصير خالو، انا لازم روح. بالله شو هلا بقول لهم انه الاستاذ سليم مستعجل عنده كم شغله بيقضيهم وبيرجع. يا عم شو اغبياء. انتو ليش ما بتنزلوا كام يوم عنا طالما اجيتوا؟ مستحيل، لانه بكره لازم اكون بانقرة. بجوز ما ارجع معكم، بدي اقعد هون كام يوم. لا مو معقول، نحن اشتقنا لك كثير حبيبتي. بعدين لازم نتناقش بموضوع زواجك، مو هيك ندى؟ اي مزبوط، خلينا نتفق على موعد محدد للعرس. الله يقدم اللي فيه الخير، بس انا ما فيني ارفض لهم طلب يكونوا بعلمي. إلا نحكي معهم بالاول. هذا طبعا اذا العريس قدر يترك الشغل ويجي لهون لنتفق على موعد العرس. هاي قصة طويلة كتير، صاير معنا مشكلة كبيرة بالشغل. بس ما اتصل ليكون صاير معه مشكلة. ها لا 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 ما بظن، اطمني هلا بيجي. بس انا قبل سفرتي لرومانيا كلفته بكام شغلة يعمل لي اياهم، بيكون عم يخلصهم مشان الله لا تواخذونا. لا العفو ولا يهمك، بس المهم يكون منيح.